دي ديال اللي بغيتي وشوف ديال اللي بغيتي وقول لي انتوما كتصنعوا دابا الفيك نيوز وتطلعوا وتقولوا للمواطنين وشديتوا ليستوار ديال الغازوال ديال روسيا ودتو منه قضيه. راه المغرب راه يمكن ليه يستهلك البرودوي ديال روسيا ما عنده حتى اشكال. المغرب كان كيجيب لو شابون من عند روسيا، والمغرب لو تقدر يجيب يعني الحبوب من روسيا ولا من اوكرانيا غادي يجيبهم. راه الاشكاليه فين كاينه؟ راه هي التمويل. واحد العدد ديال الابناك ما كيقدروش يحلوا لي زاكريتيف، راه ماشي اشكاليه ديال بحال هزيتي شي برودوي وخاطفو وجايبو لداخل البلاد وتجيو تقول تقصي الحقائق واحد لافير قدا قداش واحد هذا باش وهنيتك بعد داكشي اللي كتصحاب لك كاين راه ما كاينش تهنى فيه ماشي